يومكم سعيد وإن شاء الله حياتكم كلها صحة وكل الأشياء اللي تتمنوها تتحقق. يمكن هذا أول فيديو أنا دا أسوي بهاي الطريقة على مود أنزله على الشانل مالتي مال يوتيوب. بلشت أشتغل عليها هاي الشانل، دا أحط لها الأشياء اللي دا أنزلها أنا بالتيك توك، بس حاليا شوي شوي راح أبلش أسوي الفيديوهات الرسمية المطلوبة باليوتيوب. اليوم بس راح أحكي شيء هيجي مختصر عن القهوة اللي متعودة أشربها كل يوم. مكوناتها هي هاي. أول شيء أستعمل أني هذا الظرف من بن العميد، طبعاً هو المفروض ينغلي بس أني أفضل إنه أستعمله بدون غلي، أحب أخذ الفوائد مال القهوة التركية بهاي الطريقة. هاي قهوة تركية، بس أفتحها أحطها بالكوب وأحط وياها شوية من هاي القهوة اللي هي قهوة سعودية، أحب طعم الهيل، يعني أحط شوية منها بالقهوة على ما تعطيها طعم هيل زيادة مع إنه هي بها هيل، وأحط شوية من الكاكاو باودر أو اللي تستعملوه بالهوت شوكولات، يعني هاي كاكاو بيور ما داخل عليه لا سكريات ولا أي إضافات ولا أي شيء، فهو هذا يعتبر الكاكاو اللي هو المواد مالته مفيدة مضادة للأكسدة. سوري. وبعدين أحط زيت جوز الهند، طبعا مو أنه يعني هاي نوعية معينة أستعملها، بس مجرد أنه دا أشوفكم أنه هذا زيت جوز الهند، طبعا هو صاير سائل لأنه الجو حار حاليا. كنت أحكي لكم على زيت جوز الهند، خلي أقول لكم شنو الفوائد مال زيت جوز الهند. فشي خرافي. أولا إحنا أهم شيء ناخذ به هذا الزيت هو لصحة الدماغ. ليش؟ لأنه أصلا هي الخلايا مال الدماغ أغلبها متكون أو يعني هي تكوينها هي دهون، فهذا الشيء أو هذا المكون اللي هو زيت جوز الهند من أحسن الأشياء اللي تفيد صحة الدماغ، غير أنه يفيد لصحة القلب والأوعية والشرايين، غير أنه يساعد على حرق الدهون، ونفس الوقت ممكن يفيد بمعالجة أو مقاومة العدوى البكتيرية والطفيليات الموجودة بالمعدة أو بالأمعاء. ففوائد زيت جوز الهند خرافية. حاولوا تجربون القهوة مالتي لأنه كلش راح تعجبكم، وأشوفكم إن شاء الله بتسجيل ثاني على اليوتيوب.